يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف نجمع بين دخول الجنة بسبب الأعمال وبين دخولها بسبب الرحمة، أيهما أولى؟ ما تدخل بسبب الأعمال يا أخي، من قال لك هذا؟ ما تدخل بسبب الأعمال، ما تدخل إلا برحمة الله عز وجل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فلا أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله، وإنما العمل سبب لرحمة الله، سبب لنيل الرحمة. نعم. ولهذا يقول وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، دائما إذا أمر الله بالطاعة قال لعلكم ترحمون، فهي سبب. نعم.